وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على إقامة 3 مناطق استثمارية بكفر الشيخ وشرم الشيخ والقليوبية ومنطقة حرة عامة بنويبع. وعقد المجلس اجتماعه الأول بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وبحضور منى زويبع الرئيس التنفيذي للهيئة. وقالت نصر إن المجلس يسعى لتشغيل مركز خدمة المستثمرين ووضع القواعد التي تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة والتفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات.